مرحبا بكم مستمعي إذاعة لو دي جي راديو ومشاهدي قناة لو دي جي تيفي. فقرة هاكس ويك، الفقرة اللي كرفقكم من خلالها أنا عائشة بوسكين مجموعة من ليزاستيوس اللي يقدروا يسهلوا حياتكم اليومية. من منا نحن شباب لا يحلم بإيجاد وظيفة تتناسب مع مستواه المعرفي ومع موهبته وقدراته، لكن الواقع قد يحتم عليك أحيانا العمل بمؤسسات قد تكون بعيدة كل البعد عن مجال تخصصك، الشيء الذي قد يجعل حياتك المهنية تعيسة جدا. إليكم مستمعينا 4 طرق للحصول على وظيفة تتناسب مع سقف تطلعاتك. أولا، يجب أن تضع قائمة لأهدافك ولما تود القيام به وتحقيقه في حياتك المهنية. ستساعد هذه القائمة في رسم معالم الطريق التي تود السير وفقها، كما أنها ستوضح لك مدى امتنانك من الوضعية التي توجد فيها، وهل أنت بالفعل في طريقك لتحقيق أهدافك، وما هي التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها للاقتراب خطوة واحدة من وظيفة أحلامك. ثانياً، اعرف قدراتك ونقاط قوتك. هذه الخطوة ستجعلك تثق بنفسك أولاً، ثم ستساعدك أكثر في العمل عليها وصقلها، مما سيسهل عليك في المستقبل التوجه للوظيفة التي تتماشى وهذه القدرات. ثالثاً، احرص على تكوين بروفايل قوي في السوشيال ميديا يظهر اهتماماتك وآخر الأعمال التي اشتغلت عليها، ومن المستحسن أن تكون سيرتك الذاتية ومؤهلاتك ومواهبك ومهاراتك وخبراتك السابقة وما تطمح إليه. قم أيضا بتضمين صورة احترافية لنفسك أو فيديو قصير تعرض فيه قدراتك. آخر خطوة، شارك وتواصل في المجموعات المخصصة لإعلانات فرص الشغل. تذكر دائما أن معظم التعيينات الجديدة بشركات الكبرى تأتي إما من الإحالات أو التوصيات التي يمكن أن تحصل عليها من أصدقائك الجدد في هذه المجموعات، كما أن هناك الكثير من أرباب العمل يتابعون هذه الشبكات والمجموعات المحترفة ويختارون الأفضل من المواهب والكفاءات الموجودة فيها. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك. نضرب لكم موعد لا سيمين بروشين، هادشي كامل على اثير اذاعتكم الرقمية لو دي جي راديو، وكذلك على قناتكم لو دي جي تيفي.